لما تم مضاعفة حجم قناة السويس كان في احتياج لمضاعفة حجم الموانئ، وده بالظبط اللي بيحصل هنا النهاردة. على ساحل البحر المتوسط في بورسعيد، المنطقة الصناعية الشرقية بورسعيد الجديدة، مشروع عملاق اتبنى داخل منطقة التجارة الحرة الاقتصادية، ويقع مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي مصب القناة الجديدة. عملاق البضائع الجديدة يمتد في نهاية المطاف أكثر من 7 أميال من أرصفة المياه العميقة. المواني في توسع مستمر وبترمز للازدهار المتجدد للمنطقة. في الوقت نفسه بتظهر علامات مماثلة تحت الأرض. في الماضي القريب لو خدت عربية عبر قناة السويس كان ممكن تستغرق ساعات، ده لو مش أيام في انتظار العبارة. قريبا الرحلة مش هتستمر أكتر من 20 دقيقة. 6 كيلومتر طول مع جدران سمكها تقريبا 60 سنتيمتر، ده مجرد 1 من 4 أنفاق من الطرق السريعة الجديدة تنتشر شمالاً إلى الجنوب تحت القناة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس. هتكون حركة المرور على الطرق السريعة إلى شبه جزيرة سيناء بشكل جماعي لأول مرة في التاريخ. دي أنفاق إسماعيلية الجديدة هتسمح بعبور 50,000 عربية في اليوم الواحد لكل نفق. الطرق الجديدة دي هتكون استمرار لتوسع التجارة والتنمية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. في نظام جديد متطور لإدارة الطرق السريعة لحساب الرسوم. بين البوابتين حاجة جديدة، كل عربية جاية أو رايحة هتعدي من خلال نقطة تفتيش. جزء من نقطة التفتيش الأشعة السينية وجزء الأشعة المقطعية، وفي الوقت اللي العربية بتوصل فيه للبوابة التانية هيكون تم الكشف عليها تماما، وبعدين هيتم مسح كل عربية من الداخل بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتحليل العربية كمان. علاقة مصر بأرضها في الشرق كانت دايماً معقدة. في العصور القديمة كانت مفكت اللي هي اسمها النهاردة شبه جزيرة سيناء، هنا مهد أديان المسلمين والمسيحيين واليهود. ده المكان اللي تلقى فيه موسى الوصايا العشر، ومن هنا في سيناء دخل الإسكندر الأكبر مصر. الأرض دي بتستخدم لفترة طويلة كمنجم للمجوهرات، هي النهاردة بتستخدم للمواد الخام، بس في العصر الرقمي كمان اتضح إن رمال سيناء هي أيضا غنية بالسيليكا وتستخدم لعمل الرقائق الإلكترونية.
أقل من سنة هيتواجد هنا أول المصانع المصممة للعرض على الإنترنت. الابتكار والتجديد هو عنوان المرحلة.